تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع والخوف. هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر ضربت إقليم الحوز. أرى أن ليبيا تتعرض لكارثة إنسانية كبيرة وذلك بسبب الطبيعة. هذا الدمار خلفته العاصفة دانيال في ليبيا. موجة حزن كبيرة تعم المغرب تؤدي إلى إعلان الحداد 3 أيام وذلك لحدث مؤسف. أعلن الديوان الملكي المغربي مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة 3 أيام. في دولة عربية بتوصل إلى نصف النهائي في المونديال كأس العالم 2022 صحيح. بقطر. بقطر نعم. المستحيل ليس مغربيا. الطيارات حتفوت بطور وكذا وهيك وانا قلتها باوغست صارت بسبتمبر. الشهور الباقية من 2023 ستكون أشهر مقلقة. أرى موجة من الخوف والرعب تجتاح أمريكا بسبب أحداث مؤسفة وستكون أمريكا أمام انتكاسة أشبه بالكارثة. كوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وحالة الطوارئ تعلن في البلاد جراء أحداث مؤسفة وذلك خلال الأشهر المقبلة.